عادل ضيفك الأسبوع الماضي كان مهند الفيصل الله يمسيه بالخير. اي والله الله يمسيه. وكان جالس على الكرسي اللي انت جالس فيه. وكان يقول لك من برا انك تكلمه يرجع الله يعزك انعالي. الله يكرم السامعين. اول شيء ما بتنشي انا ما البس. الله يكرم السامعين. امين السامعين وانت والملائكه والرجال والدلال وكل شيء. طيب عادل يقول سمعت مهند يتكلم عن ما في شعور مهند ان انا احس اني اليوم بطلع. انت قبل بدايه اللقاء هذا اليوم قلت انا عندي نفس احساس مهند الاسبوع الماضي. عادل على نفس الكرسي اللي جلس عليه مهند وبنفس الاحساس اللي شعر فيه مهند. مهند خرج، عادل بيخرج اليوم؟ توقعي لا، احساسي ايه. وايش الفرق بين التوقع والاحساس؟ ادري عندي احساس اني بطلع، عندي احساس اني بطلع ما ادري ليش. يمكن في سبب بس ما ادري ليش. يمكن في سبب بس ما ادري ليش، لك حريه الفهم والتفسير، لكن أسوأ احساس لما يكون الاحساس في مكانه الصحيح. اذا قال اليوم زياد المغادر هو عادل، راح اتذكر ان أسوأ احساس هو الاحساس اللي يكون في مكانه الصحيح، لاني احساسي انا اني راح اخرج. احيانا احس اني غامض، يعني لو اريك صفحه بيضاء ما تشرحها انها بيضاء، تشرحها بطريقتك انها شيء ثاني. ليش؟ حلو أن تفكر في الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، وهذا جزء من الإبداع، وهذا جزء من عادل، وهذا جزء من عادل، وعشان كذا الناس كلها حبت عادل. كلها يا رب كلها. ليش قلت كلها؟ لأن أخوياك في المنتجة قاعدين يكتبون أسوأ ما في عادل، وأنا أشوف أشياء يعني ما هي سيئة جدا. الله يسعدهم. وهذا الشيء يندلدل على محبتك عند أخوياك ومحبتك عندنا بشكل عام. هذا والله المطمع والمشفق والأخوك. صدقني لولا التنافس اللي بيننا كان ما طلع عادل. اذا انت تشوف ان عادل ناجح صدقني لولا التنافس كان ما نجح عادل، لان احنا نشيل بعض. عارف كيف؟ احنا نشيل بعض. وغير كذا يا رب اني اكون الله يكبرني في عين رفيقي وعين ابن عمي وعين الشخص اللي يحبني. الله العظيم اللهم امين. ولا شفنا منك لكل طيب وكل خير. عادل ما بقى من صبرك صبر الليله. ها الليلة يمكن ما بقى مصابر الإحساس يقول كذا.